داروين نونز كسر صمته أخيرا وتحدث عن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها أمام كريستال بالاس بعد أن نطح يواكيم أندرسون. كان يبدو أن نونيز بدأ يحظى ببداية أكثر من رائعة مع ليفربول بعد أن سجل هاتريك ضد لايبزيغ وأيضا تسجيل هدف الفوز على مان سيتي ليفوز معهم بكأس الدرع الخيرية. كانت ستكون بداية حلم رائعة، لكن شاء نونيز أن يخيب أمال نفسه بعد أن تصرف بعدوانية وتحصل على طرد وعقاب عدم اللعب لثلاث مباريات قادمة، وهذا يعني أنه لن يلعب مباراة فريقه المهمة القادمة ضد مانشستر يونايتد الذي تغلب على ليفربول هذا الصيف بنتيجة 4-0. بعد كل هذا أخيرا قرر داروين نونيز الاعتذار عن طريق تويتر في هذا التصريح الذي يقول فيه: أعلم أن تصرفي كان قبيحا وأنا هنا لكي أتعلم من أخطائي وما حدث لن يحدث مرة أخرى. وقال أيضا عبر إنستغرام: أعتذر إلى كل ليفربول وأنني سوف أعود مرة أخرى. عزيزي المشاهد، أتعتقد أن داروين نونيز يستحق العقاب أم أن لاعب كريستال بالاس قام بخداع الحكم واستفز داروين نونيز لكي يتحصل على البطاقة الحمراء؟